من بعد ما سالينا اسئله الصفحه 132 غنمروا دابا لاسئله الصفحه 133 وغنحاولوا نجاوبوا عليهم انطلاقا حتى هما غير من النص يعني عندهم علاقه بالنص. جولي اي جيكري سؤال رقم 15 جولي اي جيكري اقرا واكتب سؤال رقم 15 ريبون او كيستيون اجب عن الاسئله كيلي لو تيب دو سو تيكست نوع هذا النص النص كيعطينا معلومات وكيوصف لنا كيفاش كتحدث هذيك لي ماغينوار وكيوصف لنا بزاف ديال الاحداث يعني هو نص كما قلنا اخباري يخبرنا بالمعلومات ثم وصفي نقولوا باللي هذا النص هذا نص اخباري ووصفي اذا غادي نحاولوا نكتبوها باللغه الفرنسيه سو تيكست اي ان تيكست انفورماتيف اي ديسكريبتيف انفورماتيف اي ديسكريبتيف c'est un texte c'est un texte informatif formatif et descriptif 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 c'est un texte informatif et descriptif نص إخباري ووصفي السؤال B qui souffre de la pollution de la mer d'après le texte من الذي يعاني من تلوث البحار انطلاقا من النص كيفما شفنا في النص يعني ما غاديش نخرجوا على النص غادي نقولوا غير اللي كاينين في النص عندنا لي بواسون لي بواسون الاسماك لي بواسون لي بواسون اي لي ماميفير les poissons on a le pluriel on dit واحد le s et les mammifères les mammifères et les mammifères هاد لي mammifères بحالاش comme le dauphin مثل الدلافين comme les dauphin S de la pluriel comme les dauphins وعاد عاوتاني عندنا لي زوازو اوسي حتى هما كيعانيو من هذا التلوث البحار الطيور و لي زانيمو كي فيف سيغ لي كوت الحيوانات التي تعيش على الجوانب الحيوانات بصفة عامة اللي كتعيش على الجناب ديال البحار حتى هما كيعانيو من هاد التلوثات هادي ما بقاش ليا فين نكتبهم هنايا لي زانيمو كي فيف سيغ لي كوت نقدو نزيدوها هنايا لي اني مو كي فيف او ان تي كي فيف انا نعود هنا vivent sur les côtes. Les côtes, mais est-ce déjà les animaux qui vivent sur les côtes, les حيوانات التي تعيش على جوانب البحار. سؤال C. Qu'est-ce qui pollue les côtes? أشنا هو اللي كيلوث لنا الجوانب؟ شنو اللي كيلوث الجوانب ديال البحار؟ كيف ما قلنا ملي كينساكب داك البترول في 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 في, في البحر كيكونوا دوك التيارات ديال البحر الامواج وهذه وكيخرجوه للجناب اذا هذيك البترول والمنتوجات ديالو اللي تنساكبات في البحر هما اللي كيلوثوا لنا الجوانب يعني وهذوك سميناهم لي ماغينوار اذا لي ماغينوار هما اللي كيلوثوا لنا الجوانب هنا غنكتبوا لي ماغينوار les marées noires
S le pluriel. Deuxo le D. Serling, dans le texte, trois noms des animaux victimes de la pollution. يعني غادي نسلطوا الضوء أو غادي نسلطوا على ثلاثة ديال الأسماء ديال الحيوانات اللي هما ضحايا ديال التلوث. يعني ثلاثة ديال الحيوانات غادي نسلطوا على الأسماء ديالهم اللي هما ضحايا ديال التلوث. هنا غادي نجيبوا في النص وغادي نسلطوا عليهم. يعني عندنا لي بواسون يعني لي بواسون أسماك، وعندنا لي ماميفير كوم لو دوفان لي دوفان، وعندنا لي زوازو الطيور. ها هما هادو ثلاثة ديال الأسماء ديال الحيوانات اللي هما كي ضحايا ديال التلوث. سؤال اه encadre dans le texte deux adjectifs qualificatifs. Atterre, il y a encadre dans le texte finmas deux adjectifs juge diel adjectif qualificatif juge diel nuout. يعني غادي نمشيو للنص ونشوفو جوج ديال النعوت وغادي نأطروهم يعني نديروهم في مربع. عندنا هما كاين بزاف، حنا غادي نشوفو نحاولو ناخدو جوج ونديرو عليهم مربعات. بحال دابا هنايا هي في البداية كاينة وحدة إن غروند يعني كبيرة، إن غروند بارتي، إن غروند غروند. ثم عندنا كاين بوكو مهم، كاين وكاينة مال بخوبخ حتى هي متسخة أو لا غير نظيفة. المهم هادو كلهم أوصاف أو لا نعوت. هنا ناخدو هاد الجوج هادو بارك الله نطروهم. إن غروند بارتي، إن غروند دي ديشي مال بروبر، ديشي مالهم متسخين، بارتي مالها كبيرة. دابا غندوزو نشوفو سؤال إف، دوني لو كونتخيغ دي مو سويفون، إعطي الضاد الكلمات التالية، يعني كل كلمة غنجيبو الضد ديالها، الضد ديال كل كلمة. عندنا بوكو، الضد ديال بوكو. علامة التضاد هي هادي، ضد ديال بوكو هي بو، قليل بوكو هي كثير، بو هي قليل. نيطواي يعني نظافة، ضد ديال كلمة نظافة هي التسخة ولا التسخة هي صليغ. نديرها بحال هكا باش تبين سا ليغ. Verbe de deuxième groupe. Vivre. Il y a Aisha. Dédéla, il y a Meta. Il y a mourir. Verbe de troisième groupe. Mourir. J'enrichis mon lexique. Orni, Rassidi, El Marifi, ou Rassidi, El Loraoui. Un mammifère. Ah, t'as dit. Un animal, Hayawan. كيا عنده دي مامال اثداء، اثداء هما اللي كيرضع بهم، كنقولو بداليزا بزازل. بوغ اليتي سي بوتي، باش يرضع الصغار ديالو. ان ماميفير ان انيمال كيا دي مامال بوغ اليتي سي بوتي. التدي هو واحد الحيوان اللي عنده اثداء، عنده بزازل اللي كيرضع، كيمكنوه باش يرضع الوليدات ديالهم الصغار ديالهم. بحال مثلا مثال البقره، البقره عندها اثداء كترضع بها الصغار ديالها. لي ديشي دوزين نفايات المعمل، لي برودوي كيون سيرفي على فابريكاسيون، هما واحد المنتوجات اللي كتستعمل في الصناعه في واحد دون زان يوزين في واحد المعمل. Et qui sont jetés après l'utilisation. Après l'utilisation. Ou qui tarmaou, men ba'd, ma qui tam l'istimal dialo. Gna l'amil nifayat dial l'amal. Ou ma wahad l'mentoujat li qui t'istimalou fi s'ina'a. Ou men ba'd, fi wahad douzin mouayyan. Ou men ba'd, كتبقى ديشي ديالهم، هذاك هو اللي كيتسمى ديشي دوزين. هذوك كيبقاو هذوك البقايا ديالهم اللي كيتلاوحوا كيتسماو لي ديشي دوزين. ان في، ان في هو واحد البيرميل، بيرميل ان غران بيدو ميتاليك، هو واحد العلبه كبيره من الميتاليك. ميتاليك هما من المعدن، معادن بحال الحديد النحاس كلهم معادن. لو بيترول انغلو
لو بيترول اونغلي، قلنا هذيك اونغلي هي هي ملي كي كتشد مثلا، شرحتها لكم في سابقا، كتشد مثلا شي طائر وكتخشيه مثلا في العسل او لا في الزيت او لا في شي حاجه، داك الريش ديالو ولا الفرو ديالو كيبقى يتلصق، هذيك هي اونغلي. ها هي لو بيترول سوكول سوكول سوكولي، هي تلصق تلصق فيما مع البعض ديالو، ريشه تلصقات مع ريشه اخرى وما كيبقاش قاد يطير او ما كيبقاش قد حتى يزيد. امبوازوني امبوازوني هذا فيرب دو برومي جروب كي سي لو او ار. شنو هو امبوازوني؟ فير موغيغ اون فيزون افالي ان بوازون، يعني كيموت وذلك عن طريق ابتلاع السم، هذا هو امبوازوني. بحال دابا شي حيوان كي ياكل مثلا شي حاجه فيها سم وكيموت، هذا كنقولوا راها تسمم، يعني هي امبوازوني. امبوازوني هي تسمم. جولي اهوت فوا، جولي اهوت فوا، اقرا بصوت مرتفع. انا غادي نقرا جوج المرات، المره الاولى غادي نقرا بدون شرح، المره الثانيه غادي نقرا مع الشرح. واخا Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons, de mammifères, mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. واحد الجزء مهم او لا كبير من كوكبنا مغطى بالماء. ان غروند بارتي، واحد الجزء كبير دو نوتر بلانيت، من كوكبنا، ريكوفيرت دو، مغطى بالماء. سي لو ميليو او فيف بوكو دو بواسون، سي لو ميليو هو واحد الوسط، او فيف اللي كيعيشوا فيه بوكو دو بواسون، بزاف ديال الاسماك، اي دو ماميفير و الثدييات. Mais malheureusement, ولكن للأسف, l'homme pollue la mer, l'insan يلوث البحار, البحر, au lieu de la protéger, عوض أن يحميه. أنا نعاود نقراها عاوتاني. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau, c'est le milieu où vivent beaucoup de poissons, de mammifères, mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. نمر دابا الأسئلة ما بعد القراءة، après la lecture، après la lecture، ما بعد القراءة. je me valais، je me valais، أقيم أدائي، يعني غادي نشوف راسي واش فهمت داك النص أو لا. ندوزو السؤال رقم 16، قالك d'après le texte qui est responsable de la mort de milliers de poissons et de mammifères. من المسؤول، انطلاقا من النص، من المسؤول عن موت الالاف ديال الاسماك والثدييات؟ انطلاقا من النص، كما شفنا في النص، حنا غادي نوريو لكم. Ha huma, les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Ils tuent alors des milliers de poissons et de mammifères. Donc les déchets qui sont emmêlés dans le baramil, mais qui sont dans le mer, ils tuent les milliers de poissons et de mammifères. مثل الدلافين. ندوزو نكتبوها في، ندوزو نكتبوها في 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 ورقه على الجواب اللي غادي النهائي اللي غادي يكون عندنا، يكون على الشكل التالي. ها هو 16، لي ديشي دوزين سون ريسبونسابل دو لا مور دو ميليي دو بواسون اي دو ماميفير، يعني هذوك النفايات ديال لوزين هما المسؤولين عن الوفيات ديال الالاف ديال الاسماك والثدييات. بالنسبه للسؤال رقم 17، شنو كيقول السؤال رقم 17؟ السؤال رقم 17 كو كوز لو بيترول ريبوندي دو لا مير، في ماذا يتسبب البترول المنتشر في الماء، يعني ذاك البترول اللي كينتشر في الماء شنو الى ماذا يؤدي، شنو كيسبب لينا؟ كما قلنا كيسبب لينا لي ماري نوار، يعني هذاك البترول اللي كيكون انتشر في الماء كيسبب لنا لا بوليسيون، هذيك لا بوليسيون كتسمى لي ماري نوار. Une marée noire. Le pétrole, sur la 17, le pétrole répandait, répandait dans la mer, le pétrole, elle monte à sur le bahar, dans la mer, cause une marée noire. Youssef Bib, la marée noire,
مد اسود او شي حاجه بحال هكا. ثم غادي ندوزو للسؤال رقم 18. السؤال رقم 18 شنو كيقول؟ السؤال رقم 18 يقول كيسكي امبيش لي وازو دو فولي او دو ناجي، شنو اللي كيمنع الطيور من الطيران والسباحه؟ كيف ما قرينا في النص قلنا بلي ديك الطيور، قلنا بلي الطيور الريش ديالها وهذه كيتلصق بفعل هذاك البترول وما كتبقاش تقوى على الطيران. كيفاش لاحظنا في الصوره هذاك الشخص اللي كان ينظف تلك الطائر، هذاك هو السبب اللي كيخلي الطيور ما تطيرش وما تسبحش. الجواب غيكون في الورقه على هذا الشكل. السؤال رقم 18، لو بيترول اونغلي، يعني البترول اللي لصق لا فوغيغ اي لي بلوم، كي لصق هذوك الفرو والريش ديال الطيور، سو كي لي امبيش، الشيء الذي يمنعها من الطيران دو فولي او دو ناجي ومن السباحه. يعني هذاك البترول كي لصق ليها الفرو ديالها والريش ديالها، الشيء اللي كيخلي هاد الطيور ما يطيروش وما يناجيوش. ثم غادي ندوزو للسؤال رقم 19. السؤال رقم 19 ماذا يقول؟ سيتي دوتر كوز دو لا بوليسيون دو لا مير، سيتي دوتر كوز دو لا بوليسيون دو لا مير، اعطي بعض الاسباب الاخرى التي تسبب في تلوث البحار. كاين عندنا عدة أسباب إضافة إلى هذا البترول، هذا كاين عدة أسباب أخرى، غنذكرو منها بعض، غنذكرو منها واحد جوج. هاهي دوتر كوز، d'autres causes de la pollution de la mer، اسباب اخرى ديال تلوث البحار. لي زو اوزي دوميستيك، مياه الصرف الصحي، مياه ديال الواد الحار ملي كتجمع وكتطلع في البحر كتلوث ديك المنطقه ديال البحر وكتسبب كوارث. لي بيستيسيد، لي بيستيسيد هما المبيدات دوك اللي كنداويو بهم الزراعه، وهادي ملي كتصب عليهم مثلا الشتا وكيمشيو عبر الوديان وهادي كيسبو تاهما وكيتكبو تيتصبوا في البحار، كيسبو تاهما مشاكل للحيوانات التي تعيش في البحار او لا تعيش على جنبات البحار. هذا بالنسبه للسؤال رقم 19. ثم غادي ندوزو للسؤال رقم 20. Que conseilles-tu aux propriétaires des usines pour préserver la mer? بماذا تنصح عمال ديال المصانع باش يحفظوا لنا على البحار؟ يعني شنو النصائح اللي تقدر تعطيهم باش يحافظوا لنا على البحار هذو؟ غادي نقولوا لهم باش ما يبقاوش يرميو هذوك لي ديشي ديال لي زيون في البحار. ها هو الجواب، غادي نحطو لكم في الفيديو. غادي نقول لهم ايفيتي دو جوتي لي ديشي دون لا مير، تجنبوا باش ما ترميو هذوك لي ديشي في البحر. هي النصيحه اللي نقدر نعطيهم. ثم غادي ندوزو السؤال رقم 21. سي توت لي مير اي تو لي زوسيون سون بوليي، كاريفتيل الى كانوا جميع البحار وجميع المحيطات ملوثين سون بوليي، كاريفتيل شنو يقدر يحصل؟ فوالا تلوثوا لنا جميع البحار وجميع المحيطات، راه كارثه. يعني جميع هذوك الحيوانات اللي كتعيش في ذاك الوسط غادي يموتوا طبيعه الحال، وإلا ماتوا جميع الحيوانات الحيتان وهذوك اللي في البحر غادي يكون واحد الخلل في الطبيعه، واحد عدم التوازن في الطبيعه. انا كيف ما عارفين بلي الطبيعه شي كياكل شي هذه، المهم يكون واحد الخلل، الشيء اللي غادي يسبب واحد الكارثه عالميه. يعني البحار راه الدور ديالهم مهم 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 بزاف في الحياه، وبالتالي خصنا نحافظوا عليهم. غادي نكتبوا، قلنا توت سي الا كانوا سي توت لي مير اي لي زوسيون سون بوليي فون كوندوير ا لا مور دو توت لي زيتر فيفون دو لا مير، سو كي فا كوزي انا لو فيرب فيتور بروش، سو كي فا كوزي فيرب سيكون ان انفينيتيف ER، سو كي فا كوزي ان كاتاستروف مونديال. قال لك الى جميع البحار والمحيطات تلوثت، هذا غادي يقودنا الى وفاه جميع الكائنات الحيه ديال البحر، الشيء اللي غادي يتسبب في واحد الكارثه عالميه. نحن حيت عارفين
دور الكائنات الحية اللي كتكون في البحر وما تؤثره على الطبيعة، يعني هذا الشيء اللي كاين. والسلام عليكم، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.